نروح بقى لدرجات الحرارة والطقس ونشوف ايه كده حال المحافظات كمان المختلفة. النهاردة في ارتفاع ملحوظ بشكل شديد جدا في المحافظات المختلفة. القاهرة على سبيل المثال النهاردة 41، 27 طبعا امبارح كنا بنتكلم في 39، قبلها كان 36، ففي ارتفاع ملحوظ جدا. اسكندرية 35، 25، مرسى مطروح 31، 24، الغردقة 40، 30، نروح شرم الشيخ 41، 28، اسماعيلية 40، 22، بورسعيد 34، 25، السويس 40، 26. الجو يا نهاوند زي ما الأرصاد الجوية بتقول لنا شديد الحرارة، يعني هنشوف بقى الأربعينات وفوق الأربعينات تحديدا في الصعيد. نروح كده الصعيد للمنيا 42، 23، سوهاج 42، 29، الأقصر 43، 29، أسوان 44، 28، طبعا من درجات الحرارة مرتفعة جدا. العريش 36، 22، نوعا ما تحت الأربعين. ناخل 39، 19، طابة 39، 25، الطور 37، 26. نروح معاك يا نهواند لسانت كاترين. كاترين 36، 21، مرسى علم 37، 28، شلاتين 46، 29، 46 درجة. دي أعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية كلها. ده بالظبط النهاردة. حلايب 42، 31. نروح نرجع بقى مرة ثانية للدلتا، وسط الدلتا 40، 26، دمياط 34، 25، وبلطيم 34، 25، الفيوم 42، 25. دي كانت درجات الحرارة كده سريعا لمعظم المدن والمحافظات في مصر.